وإلى الملف الثاني في حلقة اليوم مشاهدينا، ونتناول فيه العلاقات السعودية الأمريكية، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية إن مناورات انطلقت بين القوات البرية للمملكة ونظيرتها الأمريكية في المنطقة الشمالية الغربية. وأضافت الوكالة أن مناورات مخلب الصقر 4 تهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية. وتابعت أيضا أنها تهدف أيضا إلى رفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية حسب تعبير الوكالة. ولمزيد من الحديث حول هذا الملف، يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب الدكتور جواد عبد الوهاب، المحلل المختص في الشأن الخليجي. أرحب بك معنا دكتور جواد. لو ابتدأنا بالحديث عن أي تهديدات نتحدث ضمن مخلب الصقر 4. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المشاهدين الكرام. أولا، تقام هذه أو تنظم هذه المناورات، الهدف منها الأساسي هو رفع معنويات الأنظمة الخليجية، خاصة الأنظمة السعودية. الأنظمة الخليجية كانت قلقة جدا من التقارب الأمريكي الإيراني ورجوع المفاوضات أو إعادة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وأيضا التبشير بخروج القوات الأمريكية من المنطقة والاتجاه إلى شرق آسيا. كل ذلك يعني يجعل القلق سائد في الأنظمة الخليجية، خاصة أن مشروع صفقة القرن الذي راهنت عليه الأنظمة الخليجية من أن إسرائيل ستكون الضامنة والحامية بعد خروج القوات الأمريكية، ورأى الخليجيون ما فعل بها الغزاويون في المواجهة الأخيرة وكيف ظهرت إسرائيل على حقيقتها من الناحية الدفاعية ومن الناحية العسكرية. هنا تأتي أهمية هذه المناورات لتطمين دول الخليج، وإلا فإن ليس هناك اعتداء خارجي ستتعرض له لا السعودية ولا دول الخليج. وكانت إدارة الرئيس أوباما إذا تتذكرون قد وعدت الأنظمة الخليجية في آخر حكم أوباما في اجتماع كامب ديفيد الذي حضره القادة الخليجيون، قال لهم أوباما بالحرف الواحد: نحن نحميكم من الاعتداءات الخارجية، والخطر الذي يتهددكم هو من الداخل، أصلحوا داخلكم وإلا فستستمر. نعم. على سيرة الداخل أيضا دكتور جواد، هل يمكن أن تحمل هذه المناورات رسالة للداخل السعودي أيضا؟ يعني تفضلت بالرسائل الخارجية، ماذا عن الداخل؟ هل يمكن أن يكون جزء مما يجري رسالة للداخل، وما هي؟ شوف، الأنظمة الخليجية تتعرض اليوم إلى يعني سقوط هيبة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. تصريحات إدارة بايدن وبايدن أثناء حملته الانتخابية أعطت شعوب الخليج دافعا قويا بأن ينحو أو تنحو الإدارة الأمريكية لدعم الديمقراطيات في هذه الدول، الأمر الذي يشكل حافزا للشعوب للمطالبة الديمقراطية. المناورات اليوم تأتي أولا لطمأنة هذه الأنظمة بأنهم سيكونون حامين لها، وثانيا لكي لا تغدو هذه التصريحات كدافع رئيسي يعني بدء حراك على المستوى الشعبي واشتعال الداخل الخليجي، وهذا لا يصب في مصلحة لا الإدارة الأمريكية ولا المشروع الغربي. ولذلك تأتي يعني هدف المناورات أهداف سياسية وليست عسكرية. نعم نعم. لأن الأمريكيون لن يدخلوا حرب دفاعا عن السعودية، وقد كان عهد ترامب واضح، ضغطت عليه السعودية وضغطت عليه إسرائيل من أجل الدخول في حرب مع
إيران، ولكن ترامب رفض، والأمريكيون إلى حد هذه اللحظة لن يدخلوا حرب بناء على ضغوط سعودية نعم أو خليجية أو من نعم في إسرائيل الإطار حتى. السياسي أيضا، هل تعني المناورات أي شيء في ميزان النظرة السياسية الأمريكية بالإدارة الجديدة للحكم في السعودية؟ يعني هل إجراء مناورات عسكرية بالضرورة يعكس حالة انسجام قادمة لربما بين إدارة بايدن وبين العهد في السعودية؟ لا أعتقد أن الانسجام سيعود بين الإدارتين، خاصة أن هناك يعني الحزب الديمقراطي ونواب في الكونغرس الأمريكي وما أشبه يطالبون بمحاسبة السعودية، خاصة فيما يختص بتصفية الشهيد جمال خاشقجي وتطبيق القوانين على المملكة العربية السعودية. لا تبدو في الأفق أن انسجاما ما سيحصل ما بين محمد بن سلمان بالتحديد وبين الإدارة الأمريكية، لكن هذا لا يمنع من أن الأمريكان سيدعمون السعودية كنظام، نعم ولكن على مستوى الأشخاص لا يحبذون أصلا قدوم محمد بن سلمان إلى تولي الملك في المملكة العربية السعودية. نعم أيضا في مجال الرسائل السياسية، إلى أي مدى ينجح هذا الأسلوب في إيصال الرسائل للمعنيين؟ يعني من الواضح أن الرسالة لربما بشكل رئيسي هي لإيران، يعني كثير من الدول قامت بمناورات مشتركة مع الأمريكان وغيرهم، هل بات يجدي هذا النمط من الرسائل اليوم برأيك مع إيران تحديدا أستاذ دكتور جواد؟ شوف، من ضمن الأهداف التي يعني نظمت من أجلها هذه المناورات هو بعد أن يعني حدثت عثرات في التقدم في الملف النووي وإصرار إيران على رفع العقوبات بالكامل مقابل الالتزام بالاتفاقيات النووية. كذلك على المستوى الحرب على اليمن، فإن الأمريكان والسعودية يريدون من إيران الضغط على الحوثيين من أجل تقديم تنازلات والموافقة على المبادرات من أجل إيقاف الحرب قبل الشروع في الملف الإنساني. أضف إلى ذلك أن الفصائل أو الأذرع الإيرانية في العراق باتت لها يعني سطوة، خاصة بعد التحرك الأخير لهذه الفصيلة بالسلاح في المنطقة الخضراء بعد اعتقال أحد قيادي الحشد الشعبي الذي أطلق سراحه اليوم. كل هذه الأشياء أنا أعتقد أن المناورات تضغط في هذا الجانب من أجل تقديم إيران بعض التنازلات في هذه الملفات، لكن هذا الأسلوب لم يجدي في السابق، ولم يجدي ما هو أكبر منه وهو الحصار القاسي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقوم إيران بتقديم أي تنازلات. أما على صعيد الملف السعودي الإيراني فهناك تعثر، والولايات المتحدة الأمريكية تريد من إيران أيضا تقديم تنازلات للسعودية في هذا الملف. نعم، في ظل الصورة التي ارتسمت للتدخل السعودي في اليمن، هل يمكن اعتبار أن جزء من هذه المناورات إعادة ترميم لربما للحضور العسكري السعودي؟ يعني في ظل تقييمات العسكريين لما جرى في اليمن، يعني 4 5 سنوات ولم يجري الحسم السعودي بشكل كامل هناك. ولن يكون هناك حسم عسكري يعني سعودي للملف اليمن. السعودية هي اليوم التي تطلب إيقاف الحرب وتطلب من المعنيين القيام بالضغط على الحوثيين من أجل إيقاف هذه الحرب. حتى هذه المناورات ماذا ستفعل إلى الجيش السعودي الذي يعني كشف على حقيقته ولم يستطع أمام مجموعات من الثوار، مجموعات الحوثيين، من التقدم أو من تحقيق حتى هدف واحد من الأهداف التي أعلنوها في بداية الهجوم العسكري على اليمن.
ولذلك فإن مثل هذه المناورات تعطي فقط في الجانب المعنوي جرعة جديدة للقوات السعودية أو للنظام السعودي، من أن الأمريكان سيقومون بحمايتهم، وأيضا ترسل رسائل إلى المعنيين الآخرين في المنطقة من أن حتى لو كان هناك تقلبات في المزاج في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية التي تطالب اليوم بالإصلاحات وكذلك باقي دول الخليج، فإن الأمريكان يعني يرسلون بهذه الرسالة أنهم ملتزمون بدعم هذه الأنظمة وبقاء هذه الأنظمة. نعم، هذه الجولة من المناورات هي الرابعة، يعني هذه هي الرابعة. لعل البعض يتساءل إلى أي مدى يمكن أن ننظر إلى أن من طلب ذلك السعودية وليس الأمريكان. يعني لو سألنا فنيا، من يتحمل كلفة هذه المناورات وما يترتب عليها؟ هل نتحدث عن طرفين يتقاسمان، أم نتحدث عن كلفة كاملة لربما عند السعودية فقط؟ لا، عادة يعني جانب الدفع والمدفوعات هو يأتي في الجانب السعودي. الأمريكان ليس سذج لهذه الدرجة، ويطالبون حتى بثمن كأس الماء الذي يشرب منه الجنود الأمريكيون. يعني التجارب أثبتت هذا الشيء، يعني في الكويت عند تحرير الكويت من قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عندما جاءوا لتقديم الفواتير حتى على مستوى الخضروات والفواكه، وقاموا بحساب كل شيء استعملوه في هذه الحرب، وليس فقط على مستوى التسليح والأسلحة. الخليجيون وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية مستعدون لتقديم كل شيء من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحمايتهم، ليس فقط من الحماية الخارجية بل أيضا مساعدتهم في الخبرات من أجل قمع أي تحرك داخلي، خاصة أن في هذه الأيام ومنذ اغتيال الشهيد جمال خاشقجي كان هناك تحرك واسع ونشط للمعارضة السعودية. برزت المعارضة السعودية سواء في الغرب أو في دول أخرى نعم. يعني بنشاط ملموس، وقامت بفتح النظام السعودي وهي تسعى لتحريك الداخل السعودي، وهذا ما يخشاه النظام نعم. السعودي، ومن أجل ذلك يقوم بدفع أي ثمن مقابل هذه الحماية. كل الشكر لك دكتور جواد عبد الوهاب، المحلل المختص في الشأن الخليجي، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر سكايب من لندن.